يعد مسجد كاتشاوا من أشهر المساجد في الجزائر وجوهرة عاصمتها. بناه العثمانيون ثم هدمه المستعمر الفرنسي، إلا أنه ظل شاهداً على تعاقب الكثير من الأحداث. وشيد حسن باشا مسجد كاتشاوا سنة 1792 خلال فترة تبعية الجزائر للدولة العثمانية، وترجع التسمية إلى الكلمة التركية التي تعني باللغة العربية العنزة، وأطلق الاسم على المسجد نسبة إلى السوق القائمة في الساحة المقابلة للمسجد، والتي تحول اسمها لاحقا إلى ساحة الشهداء. يتميز جامع كاتشاوا بطابع عمراني عربي وإسلامي، وأضفت عليه النقوش التي تكسو جدرانه الخارجية المقابلة للواجهة البحرية لساحة الشهداء مسحة جمالية استثنائية ومميزة. استخدم المسجد التاريخي كمستودع للسلاح ومسكن لرؤساء الأساقفة إبان الاحتلال الفرنسي للبلاد عام 1830 حتى تدميره عام 1844 من قبل الجنرال الدوق دوروفيغو القائد الأعلى للقوات الفرنسية، الذي كان تحت إمرة قائد الحملة الفرنسية الاستعمارية دوبنياك بعد حرقه المصاحف الموجودة فيه. حول الجنرال الفرنسي المسجد إلى إسطبل في محاولة لضرب كل ما يمت بصلة للشريعة الإسلامية والقضاء على مقومات الجزائر التي تشكل الثقافة العربية والإسلامية والأمازيغية نسيج شخصيتها. وبعد صدور قرار تحويل جامع كاتشاوا إلى كاتدرائية على يد القائد الأعلى للقوات الفرنسية الجنرال الدوق دوروفيغو، انتفض سكان العاصمة على هذا الإجراء واعتبروه مساسا بحرمات الدين الإسلامي، واعتصم ما يزيد على 4000 جزائري داخل المسجد دفاعا عنه. غير أن روفيغو لم يتوان في قتلهم والتنكيل بهم في ساحة الشهداء، وقال جملته الشهيرة: إلزموني أجمل مسجد في المدينة لنجعل منه معبد إله المسيحيين. بعد هدم المسجد وارتكاب تلك المجزرة أنشئت مكانه كاتدرائية حملت اسم سان فيليب، وصلى المسيحيون فيها أول صلاة مسيحية ليلة عيد الميلاد 24 من ديسمبر من عام 1844. فبعثت الملكة إيميلي زوجة لويس فيليب هداياها الثمينة للكنيسة الجديدة، أما الملك فأرسل الستائر الفاخرة وبعث البابا ريغور 16 تماثيل للقديسين. بقيت الكنيسة مفتوحة حتى استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962 لتتم لاحقا إعادتها إلى مسجد، وحينها تحول إلى أحد رموز استقلال البلاد، وأقيمت فيه أول صلاة في الجمعة الأولى التي تلت الاستقلال في الخامس من الجويلية من عام 1962، وكان خطيبها العالم الجزائري الشهير البشير الإبراهيمي أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وظل مسجد كاتشاوا القلعة العلمية التي تمد الناس بما يمكن أن يبصرهم بتعاليم الدين الحنيف، ودأب رواده على قراءة الراتب حزب من القرآن يقرأ قبيل الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطريقة جماعية وتحفيظ القرآن.